نكمل مع بعض الأسئلة. وصلنا للسؤال رقم 31. جايب لك إيه بقى؟ بص كده، جايب لك صفحة وورد عادية بعنوان كده، بيقول لك إيه بقى؟ Save this document، أحفظ هذه الوثيقة as باسم Living Spaces onto the desktop. عايزك تحفظ، طبعا احنا حفظنا قبل كده كويب بيج، تمام؟ لا، هنا بقى السؤال بيقول لك احفظ هذه الوثيقة باسم، واداك الاسم، ها، واداك المكان ايه اللي تحفظ فيه. لو كنت مثلا يا جماعه كده اهي صفحه، فتيجي على فايل تقول له سيف اس، تغير الاسم او الفايل نيم، تغيره، قال لك ليفينج، انا عربي يعني بانجلش، قال لك ليفينج، واتفقنا برضو اكتب الكابيتال كابيتال والسمول ايه سمول، ليفينج مثلا سبيس، ماشي. ده كده احنا غيرنا الاسم، عايز بقى نغير المكان، وليكن مثلا توقف هنا، هو مش عايزه هنا، هو عايزه على ديسكتوب، فبتختار كده من هنا او من هنا ديسكتوب، انت حر. ديسكتوب هنا هتلاقيه فوق خالص، اختاره، يبقى انت كده غيرت الاسم، ماشي، وغيرت ايه سيف ان اللوكيشن بتاع الحفظ، وقول له سيف احفظ، فهتلاقي كده اتغير لاسمه لليفنج سبيس زي ما هو قال. وهتلاقيه لو طلعت بره كده هتلاقي ايه على الديسك توب. نكمل بقى السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 31 بيقول لك open the document minutes dot doc، افتح الوثيقة اللي اسمها minutes that is in the current folder entitled my documents، والملف ده موجود في فولدر مجلد ماي دوكيومنتس. يعني يا جماعه عايزك ايه بقى؟ عايزك تفتح ملف موجود فعلا، تعمل ايه؟ ولكن انت شغال هنا كده، عايزك تفتح ملف موجود في ماي دوكيومنتس، فهتروح على فايل، طبعا ملف موجود بتروح على فايل، ها، واوبن. لو قال لك جديد نيو، طبعا عملناها قبل كده، لكن هو الملف اصلا موجود، يبقى فايل ايه؟ اوبن. وبتروح بقى للماي دوكيومنتس اهيت، تشوف الملف اللي بقولك عليه، تشوف اسمه، وتقول له ايه اوبن، ماشي كده. كمل السؤال بعد كده رقم 33. بيقول لك كلوز صفحة وورد عادية، كلوز ذا اوبن دوكيمنت، اقفل المستند المفتوح ده، وزود كلوزنج ذا ابلكيشن، اقفل الصفحة المفتوحة بدون ما تقفل الابلكيشن اللي هو برنامج الوورد، تطبيق يعني، ما تقفلش الوورد كله، اقفل الصفحه بس اللي انت ايه اللي انت فيها. اهو يا جماعه كده انا واقف في صفحه، عايز اقفل الصفحه دي بس. خد بالك في ناس يعني ايه تستعجل وتروح على الاكس اللي فوق دي، لا اوعى، لا تعال الاكس اللي تحتها اهو، قفل لك ده ايه ده بتاع الاسئله، ماشي، ده بتاع الايه بتاع الاسئله. واحد يقول لك ايه، لا يا عم مش عايز اعمل هنا عشان ما اتلخبطش، ممكن يا دوب الاثنين دول اتلخبط، مع ان ما فيهاش لخبطه يعني. لو هتقفل وورد من فوق، لو هتقفل الصفحه بس من الاكس لتحت. واحد يقول لك ايه، لا اروح اقول له فايل، ماشي، واقول له ايه، واقول له كلوز، صح تمام، هتقفل الفايل بس. لكن لو انت عايز تقفل الوورد كله من قائمه فايل، تروح على ايه اكزيت، تمام. بعد كده السؤال اللي بعد كده اللي كنا شغالين فيه من دلوقتي، السؤال بعد كده 34 بيقول لك ايه بقى؟ Change the view mode for this document to normal view. جالنا سؤال قبل كده وقال لك غيره للبرنت لي اوت، اتجاه الطباعه. لا، هنا بقى لك ايه؟ غير الفيو بتاع الصفحه للنورمال فيو. السؤال مكرر بشكل اخر يعني، بتروح لقائمه فيو وتختار ايه؟ قال لك النورمال، اختار اول واحد، كليك عليه، خلص. بعد كده السؤال رقم 35 بيقول لك ايه بقى؟ change غير the default user اسم المستخدم الافتراضي for this application لهذا التطبيق to Lee Wallaston. يعني يا جماعه عايزك تغير اسم اليوزر اللي شغال على الوورد. هيقول لك يعني ايه؟ بص كده، روح لقائمه تولز ادوات، وروح على اوبشنز خيارات، ماشي، وروح كده على تاب من فوق كده اسمها ايه بقى؟ ها، يوزر انفورميشن، معلومات المستخدم. هنا اليوزر نيم بتاع الابلكيشن دوت اسمه كي اس اي، حروف كده وخلاص. لا، عايزك تغيره ايه بقى؟
عدد غيره لوارستن. هتيجي هنا كده تحت النيم كده ماشي، واكتب يا عم ايه، نغير انجلش، اكتب يا عم كده لوارستن طبعا اي اسم هو يدوك بقى، يعني مش فارقه ماشي، بس طبعا ايه يعني التزم بالحروف اللي اديها لك او اسم اديه لك، والكابيتال والسمول سمول، نقول له ايه اوكي. كده غيرنا ايه بقى، كده غيرنا اسم الديفولت نيم، الديفولت يوزر نيم اللي ايه ورست. تعالى نتاكد، يلا كده تولز اوبشنز يوزر انفورميشن اهو اسمه ايه لي ورست ماشي يا جماعه. طيب بعد كده السؤال رقم 36 جايب لك كده صفحه بيضاء وقال لك ايه بقى، طيب اكتب ذا فولوينج تكست انتو ذيس دوكمنت. دي برضو من اسهل الاسئله اللي ممكن تيجي لك، جايب لك صفحه فاضيه وبيقول لك اكتب جمله اللي هي وي ماست امبروف اور برودكت ريتش. طبعا يا جماعه مش عايز شرح يعني، ادي المؤشر عندك اهو، اكتب الايه الجمله اللي هو اداها لك تمام. بعد طبعا ما تخلص دوس على ايه سبميت. السؤال رقم 37 برضو صفحة وورد عادية، بقول لك select the first letter، حدد أول حرف in the above text من النص اللي فوق، which is the capital letter، والحرف ده اللي هو ال capital letter R. يا جماعة جايب لك نص كده مكتوب وجايب لك أول حرف R، بقول لك حدده. طبعا سؤال سهل جدا يعني، بص لو فتحت مثلا فايل زي ده كده ماشي، وقال لك إيه وبيفتحه اهو، قال لك مثلا ايه حدد لي اول حرف اللي هو البي. ايه المشكله، هتروح بالمؤشر كده تكليك شمال وايه وتحدده، بس عارف لو حدد ازاي هتلاقي كده تظلل بالاسود، يبقى كده هو ايه اتحدد ماشي يا جماعه. واحد يقول لك هل هو فعلا قصد كده، ايوه ايه المشكله، هو عايزك تشوف بتعرف تحدد ازاي، فبتيجي على الحرف اللي هو لك عليه تضغط كليك شمال وتحدد له ايه الحرف اللي هو عايزه. اوكي يا جماعه، بعد كده برضو جاب لك صفحه وورد عاديه وبيقول لك ايه بقى، اد ذا وورد جريت، ضيف الكلمه اللي اسمها جريت بتوين ذا ووردز اور اند سكسس ان ذا فيرست لاين اوف ذا تكست. ضيف كلمه اسمها جريت بين الكلمتين اور سكسس في اول سطر. تعال نشوف كده اهو، بص بقول لك ايه اور ذا مين سيكريت اوف اور سكسس، عايزك تضيف كلمه في وسطهم. ايه المشكله، تعالى في وسطهم كده كليك شمال وخد مسافه واكتب الكلمه اللي قولها لك، اكتب كلمه ايه جريت بس، وبعد كده دوس ايه على سبميت. السؤال اللي بعد كده رقم 39 مديك نص كده ومحدده ماشي، وبقول لك ايه بقى، كات سيلكت تكست فروم، يعني ايه قص النص اللي هو معلمه لك من الفايل اللي اسمه بورد اجنده من ده، واند بيست ات انتو دوكمنت 2 واعمل له لصق في الثاني. ايه المشكله، هتيجي يا جماعه كليك يمين وكات، او تروح على المقص كده انت عملت له كات، افتح الملف الثاني وكليك يمين وقول له ايه وقول له بيست ماشي يا جماعه. بعد كده السؤال رقم 40 جايب لك نص كده وفي صوره ويقول لك the above graphic، في صورة اللي فوق ديت has just been pasted، لسه معمول لها لصق into the document في الوثيقة. use the undo command، اعمل الأمر بتاع التراجع to reverse this action، يعني عشان تعكس الحدث، يعني الحدث اللي حصل ان في صورة جت هنا، اعكس بقى اهو. بتيجي على يا جماعة ايه على الأمر اللي هو undo، شايفين كده هو ده يا جماعة، يعني مثلا اعمل حاجه كده عايز ارجع فيها، بعمل ايه اندو رجع فيها تمام.